بالشكل الواضح المباشر بين الرئيسين، ولا 5 دقائق دوب مكالمة. يعني اللي بيحصل ده ما بين اللي تحت الرؤساء بقى، الإدارة الأمريكية بتفاصيلها مع الإخوة المندوبين، واللي زي بالظبط لما كان بيبعت النظام السابق برضو مندوبينه، هو نفس ده اللي بيحصل وبيدور. معانا هشام عبد الله مراسلنا من الاتحادية. هشام ازيك؟ بخير يا استاذ ابراهيم. احنا شايفين المشهد بيتفاعل، يعني احنا كنا شايفين من ساعتين ثلاثة مطاردات، وبعدين رجع تاني العدد بقى اكتر من الاول، كل شوية دخان نار مية، ايه بالظبط اللي بيحصل يا هشام؟ هي بدأت الاشتباكات بعد وصول عدد من المسيرات الى قصر الاتحادية، ثم حاول بعض المتظاهرين نزع الاسلاك الشائكة الموجودة بكثافة امام بوابات الرئيسية للقصر، ويعني ظهر على الساحة بعض الملثمين الذين يحملون زجاجات المولوتوف في محاولة منهم لإلقاء بعض الزجاجات إلى داخل بوابات القصر، ولكن قوات الأمن الموجودة بداخل القصر بدأت برش خراطيم المياه على المتظاهرين، مما أدى لتفريق بعضهم، ولكن لم تستطع تفريقهم بشكل كامل، فظهرت مرة أخرى المدرعات القوات الامن المركزي التي اطلقت قنابل الغاز بشكل مكثف جدا، واستطاعت ان تطارد المتظاهرين شيئا فشيئا حتى اخرجتهم من محيط قصر الاتحاديه تماما، ووصل المتظاهرين الى شارع الخليفه المامون بعيدا تماما بجوار البنزينه التي في المقابل. الغاز كان بشكل كثيف جدا جدا، وكانت هناك حالات اختناقات كبيرة وكثيرة جدا في هذا المحيط، كانت سيارات الإسعاف متواجدة بين الصفوف المتظاهرين حتى تستطيع إسعاف من يختنق من هذا الغاز، ولكن قوات الشرطة عندما أطلقت بشكل كثيف جدا مرة أخرى قنابل الغاز كانت تصيب سائقي سيارات الإسعاف والمسعفين الذين هرولوا مع المتظاهرين إلى خارج محيط قصر الاتحادية، والآن يعني عدد من المتظاهرين الى بالقرب من القصر مره اخرى بعد ان هدات قنابل الغاز، ولكن قوات الشرطه يعني ما بين الكر والفر، لا يوجد ظهور لافراد او عساكر من الامن المركزي، فالمتواجد فقط مدرعات الشرطه، يخرج منها احد الضباط او الجنود يقوم باطلاق عدد كبير وكثيف من القنابل، ثم يعود مره اخرى الى الداخل، ثم يجيء مره اخرى ويضرب مره اخرى، يعني المشهد ما بين الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الامن. شكرا جدا هشام عبد الله مراسلنا في محيط قصر الاتحاديه، وهو ما يشير ويؤكد كما قلنا الى انه هي دوامه لا تنتهي ابدا، ودائره لا يمكن ان تنتهي، حتى لو هديت الاحوال بكره ولا بعده هترجع مره اخرى الامور، لانه ما تعالجش في الجدر. كل اللي بيحصل عناد من رئيس زعم ان الرئيس السابق كان عنيدا. يعني على الاقل في ال 18 يوم الرئيس السابق محمد حسني مبارك استجاب، الحقيقه استجاب استجابات عاليه جدا لم يكن يتوقعها اي حد، لكن كان طموح المصريين وثوارهم في الخلاص من 30 سنة ومن شبح التوريث، فغير حكومة، عين نائب رئيس، عدل دستور، خدوا بالكم 13 يوم حصل ايه، غير حكومة، عين نائب رئيس، عدل دستور، اعلن انه مش هيترشح، اعلن انه مش هيترشح ابنه، كمية من التنازلات وكمية من الاستجابات عالية جدا بصرف النظر انه كان خلاص كان متأخر قوي على القرارات دي. أي قرار لو كانت عمل قبله ب 48 ساعة كان غير في الأحداث وفي الأحوال وفي المسار. عندنا بقى محمد مرسي عمل أي استجابة من أي نوع؟ مستند على إيه؟ القصة الوهمية الزائفة المزيفة بتاعة أصل ده اللي جايب الصندوق، وبرضه دعني أذكر محمد مرسي وشركاه في جماعة إخوان المسلمين انهم جم 1.5% فرق في الانتخابات، و
وان ده مش تفويض، طلع ان الانتخابات اساسا وانتخابك لا يعني تفويض ليك انك تغير شكل المجتمع ولا شكل الدولة ولا شكل الناس، وانك لا تملك اي تفويض حقيقي لاي تغيير جذري، وانك ناجح بالحركرك، وان حتى نجاحك مشكوك فيه لان ما في تحقيقات عمرنا ما هنعرف نتيجتها طول ما انت في الحكم عن التزوير اللي تم في الانتخابات الرئاسية، وطول ما جايب لنا الناس اللي تحت امرك سواء في وزارة العدل تحت امر امرك وفي مكتب النائب العام تحت الإشارة، لن نجد حقيقة ولن نصدق شيئا يقدم من هؤلاء الذين عينهم مرسي بموالاة لمرسي بموالاة وتبعية للإخوان المسلمين. لده لهذا السبب دعني أذكركم مرة أخرى بمن هو الرئيس العنيد، بمن هو الذي لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم أيضا، لا يسمع ولا يرى مواطنيه وخلصائه حتى وحلفائه. مش عارف ليه انا كل ما اقول حلفاء واشاور الناحيه دي مع انهم حلفاء على اليمين غالبا، لانهم شوفوا المشهد اللي احنا شايفينه دلوقتي ومجموعه من شباب 6 ابريل بيرمي كرات دم على ده المدخل لمقر النائب العام، في شايفين كرات الدم اللي بتترمي دي، ده تعبير عن ماذا فعلت في تحقيقات جيكا الشهيد جيكا والاتحاد كلها عموما. الى اين تنتهي بك؟ الى النسيان الى النسيان الى النسيان الى دهاليز النسيان، الى كلام كالبالونات، الى تزييف او تضليل للحقائق عبر الطب الشرعي، الى اشياء لا تحمل اي مصداقية من اي نوع. ليه؟ لانني لا اصدق انا الشعب، لا اصدق انا الشباب، لا اصدق انا 6 ابريل، لا اصدق التيار الشعبي، لا اصدق انا حزب الدستور، لا اصدق انا حتى السلفيين، انه هذا الكلام اللي بيجرى والتحقيقات والحاجات دي تتم باستقلالية وبحيادية وبشفافية. استقلالية وحيادية ايه وده؟ انت اللي معين الناس، انت اللي معينهم، وفي بعد كده حاجة من هو الرئيس العنيد؟ من هو الذي لا يسمع شعبه ولا يرى معارضيه ولا يرى مظاهرات واحتجاجات ومسيرات؟ احنا واخدين بالنا يا جماعة هو كل ده حصل ليه؟ مش قلت لكم انا امبارح كل ده من الاعلان الدستوري المستبد الدكتاتوري، كل ده بالانفراد بالسلطة. طب ممكن نعرف ايه طلبات الناس كلها، المواطنين اللي في الشارع والمواطنين اللي بيرموا كرات دم والمواطنين حتى بشغبهم اللي موجود قصاد الاتحادية وغيرها، اللي موجود دلوقتي في طنطا وفي الشرقية حوالين بيته، قصره وبيته يا جماعة، اللي هو قاعد في بيته في الشرقية، وهذاك الناس بيروحوا ليه؟ بيروحوا للربز، بيروحوا عشان يبعتوا، ما عارفين انه مش جوه لا هو ولا عيلته، والناس اللي بيروحوا الاتحادية ما عارفين انه في 3 أسابيع في القبة وبيقابل في اللقاءات في قصر القبة، لكن بيروح مش مستهدف الشخص، مستهدف الرمز لاحتجاج لما يمثله هذا المكان من سلطة واستبداد وغشم في السلطة وإراقة لدماء المصريين ودفع لقوات الشرطة لمزيد من العنف والغطرسة والغل والقتل. ايه اللي احنا طالبينه؟ الشارع المصري طالبه ان حكومة الرضاعة الطبيعية ده تمشي، وانه يحصل اتفاق على تعديل الدستور. لا، الحكومة كما قال لنا الدكتور ياسر علي الليلة في اكثر من مداخلة تلفزيونية انها تقوم بدورها وناجحة في هذا الواقع الحساس. حساس دي تمشي مع تصريحات هشام قنديل خالص، لانه بيتكلم دايما على مناطق حساسه. فالحكومه ناجحه، محدش شايف ان الحكومه ناجحه غير اخوان المسلمين. ليه سلفيين لا يكن، ما شايفين انها فاشله وعايزين يغيروها، ده حتى ناس تطلع في مجلس الشورى تهاجمها ماشي لا يكن،
معارضة لا يكن، حلفاء لا يكن، كله لا يكن. الشعب سبب لها 60 بتاعة. الوحيد اللي شايف انها ناجحة هو مين يا جماعة؟ مين؟ مين الوحيد اللي شايف ان هشام قنديل ده ناجح وحكومته ناجحة؟ هما الاخوان المسلمين، مش مرسي، لان لو خالد حسين قالوا مرسي غيره هيغيره. ليه اللي خالد حسين؟ عشان دي حكومتهم، حكومة تزوير الانتخابات، حكومة تفصيل القوانين، حكومة تركيب او يركب الاخوان على مقاليد الامور في البلد. الحكومة اللي تعالى لي يا حبيبي تعالى لي على الانتخابات البرلمانية وانا معايا التوين بتاعكو اللي بعمله كأنه حزب الحرية والعدالة، بينما الناس في بقالات التموين ما بتصرفش اصلا التموين. تعالى لي يا حبيبي على الغاز، تعالى لي تعالى لي سولار، محدش لاقي صوت طوابير وبتاع. حوش يا عم حوش بقى كل حاجات دي عشان قبل الانتخابات باسبوعين كل اللي مخزنه من تموين ما اديتهوش، كل اللي انت الغاز اللي انت ما اشتريتوش، كل السولار اللي انت نزله بقى. سيدي بقى نسياد النعيم اللي انت فيه يا شعبي، واديها نهضة، اديها نهضة. لما الشعب يعمل نهضة على روحه. الحقيقة هذا واقع يؤكد أننا نتعامل مع سنتين لم يتنحى فيهم الرئيس، بل لدينا هذا رئيس عنيد عنود لا يرى ولا يسمع ناسه وجماهيره ومواطنيه وشعبه ومعارضيه ومؤيديه. هذا رجل لا يسمع إلا كلمة المرشد ولا يطبق إلا ما استقر عليه مكتب الإرشاد المسن العجوز المحبوس في جنازين رأسه. خلونا نشوف تقرير عن التحرش ثم نلتقي بعد الفاصل بسامح عيد الباحث الإخوان المنشق عن الإخوان ومستقيل عنهم، وهو يكمل ويحكي ويحلل ويسرد داخل هذه الجماعة. كل هدفنا ان احنا يعني الحقيقة بنلعب دور الدولة اللي مش موجود، يعني زي ما اكيد ناس كتير متابعة انه حصلت حالات تحرش كتيرة، هو وصلت لحد الاغتصاب وهو اعتداء جماعي كان بيحصل في نادي التحرير على مجموعة بنات كتير. احنا شفنا ان احنا من دورنا، لانه الحقيقة مفيش دولة ومفيش داخلية ومفيش حكومة يعني، فالحقيقة ان هو ما عندناش حل غير ان احنا نحمي نفسنا. فدي مبادرة تطوعية من مجموعة شباب شافوا ان هم يقدروا يلعبوا دور في يعني حماية البنات من التحرش او منع حالة التحرش. قابلنا حالات كتير من اخر نوفمبر لغاية دلوقتي، قابلنا حالات كتير، وكان اسوأ يوم يمكن كان يوم الجمعة بتاع 25 يناير كان فيه 19 حالة. احنا كل اللي بنعمله زي ما حضرتك شايف كده، احنا بنعدي على الناس وبنوزع اوراق اللي فيها ارقام غرفة العمليات لو حصل حادثة تحرش ببنات او كذا. التحرش بيحصل ومخطط وده ممنهج، واحنا هنحمي الميدان واحنا موجودين وبنحميه لان دي ثورتنا وده مدنا، واحنا هندافع عنه زي ما بندافع بالضبط عن مبادئ ثورتنا، وزي ما بنحارب الشرطة والقمع والاستبداد بنحارب التحرش.